بعد ما طفح الكيل وصلت للحد ديال الحال اللي ما نقدرش نوصفها لكم، صبرت وعييت. كان ناشدك يا صاحب الجلالة من هذا المنبر هذا، أنا نائبة منتخبة على الصعيد الوطني، وأنا أول كأول امرأة انتخبت على الصعيد الوطني، وتحتفى بي من طرف الصحافة ولا جميع الوكالات الصحفية أنني كقدوة للنساء. فإذا بي كنتفاجئ بزاف ديال الأمور وبزاف ديال الخروقات. وأول نبدأ لكم نبدأ ومن هذا المنبر كنناشد الموظفين السامون أنني يترفع ليا هذا التظلم هذا، حيت انا عييت بزاف منين كان دايره شكايات. ها هما الموظفين السامون على كاين على بزاف ديال 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 التعسف اللي كيوقع لي. ها هما لي زاكوزي، ها هما الشكايات، ها هما الشكايات، ها هما الشكايات، ها هما. فاذا باليوم كنتفاجئ تيجي عندي المقدم تيجي عندي المحل ديالي فين خدامه، تيتصل بيا هاتفيا، قلت له انا في المحل ديالي فين خدامه. كنتفاجئ تيجيب لي انذار واحد اخر انني ما 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 ما, ما التزمتش المعايير، وعندي المده ديال 3 ايام. انا درت المسائل كامله، ها اللوائح، ها المحضر، ها هو، ها لي ليست، ها هما لي ليست، وبالمعايير اللي التزمت بالمعايير ها هما، بوند الاقامه وبلوغ سن الرشد والانتساب. هذا الشيء زاد على الحد ديالو. ومن هذا المنبر هذا كنناشدكم يا صاحب الجلاله، تنصفني انا تظلمت، وتطلب مني واحد النهار استدعاني السيد الباشا بالهاتف قال لي غتجي عندي المكتب ديالي. وفعلا مشيت عنده المكتب ديالي، فاذا بي كنتفاجئ كاينه اللجنه، كاينه تصحيح الامضاء، وحنا عندنا شراكه مع واحد الجامعه في واحد المطلب مشترك. انني دخلت عنده قال لي السيده النائبه هاكي غتسني لنا وديري لنا تصحيح الامضاء. قلت له علاش عنسني؟ انا ما عارفاش، وانا كنائبه جديده ما تسلمتش الوثائق من مؤسسه النائب الاولى، وطلبتها بدرت طلب للسيد ديال المقاطعه الثانيه انه يسلمني الوثائق، يدير لي تسليم الوثائق من عند مؤسسه النائب الاولى، وما توصلت حتى بشي حاجه. وعندي لاكيزي اللي مكاشطي فيه السيد رئيس المقاطعه الثانيه. قلت له ودي ما عنديش وما عارفاش حيتيات الموضوع، هذه المنطقه الصناعيه ما عنديش عليها علم، وكان بالامكان ديالكم اسيدي تعطيني تديروا معايا اجتماع ونعرفوا حيتيات الموضوع، وما انا ما هرباش من هذه المنطقه الصناعيه. وفعلا استدعيت لاخر لحظه، ما عنديش علم بتاتا بالمنطقه الصناعيه، وكنت صرت لكم هذا الشيء في لداوي الحقوق عندنا واحد سميتو المنتدى ديال السلاليين، وقلت لهم هاد الوقائع حيت من البرامج ديالي اللي كنت حطيت قبل ما نترشح الانتخابات انني غنعلم الجماعه ديالي بجميع مجريات الامور. فاذا بي كنتفاجئ ان السيد الباشا كيطلب مني هذا الامضاء، ما انا ما عارفاش راسي علاش غنمضي. طلبت منه المعدر طلب المعلومه، ودرت الموظف درت المشكل اللي وقع لي، درت به شكايه الموظف ونسامون، ودرت طلب المعلومه للسيد العامل. وفعلا تلاقينا انا والسيد الباشا في العماله، وشرحت وجهه نظري، وانا عندي وثائق كتاكد على ان هاد المنطقه الصناعيه غادا دار في الارض ديالنا حنا ديال ولاد حماد. عندنا مطلب مشترك، ايه فعلا عندنا مطلب مشترك، ولكن النواب داير اتفاقيات، وعندي ورقه ديال المياه والغابات بالله، المدخرات ديال الغابه كتدخل في الصندوق ديال الجماعه السلاليه ولاد حماد، وكاينه اتفاقيه ما بين النواب انه كيديروا تنازل على 161 بقعه كتستافد منها التفاوتيه، والمساحه اللي فيها الغابه كتستافد منها ولاد حماد. منين دليت بهاد سميتو بهاد الوثائق هادو، الى يومنا هذا انا مضطهده على التوقيع. انا ماشي كما قلت لهم، انا ماشي ضد المنطقه الصناعيه، ودرت واحد الطلب ديال السيد الباشا باش الارض تكون ونديروا باش نجلسوا ونديروا طلب باش الارض الا كانت غدير المنطقه الصناعيه وكان العقد في اسم ديال الجماعه السلاليه ولاد حماد، قلت له انا نصملك فيه بالعشره. ما يمكن ليش
نخدم الجماعه ديالي اللي تاقت فيا، وان حنا كنعرفوا ان الغابه ديال ولاد حماد والوثائق كتقول ان الغابه ديال ولاد حماد ما بين ليله وضحاها غنوض غنسني على المنطقه الصناعيه. انا ماشي ضد المنطقه الصناعيه، المنطقه الصناعيه بالدرجه الاولى غترفع الاقتصاد البلاد، والمنطقه الصناعيه في الصالح ديال الجماعه السلاليه غترفع من المستوى المعيشي ديال هاد البلاد. كنعيش ضغوطات وكنعيش اكراهات ولا حول ولا قوه الا بالله. كنناشدكم يا صاحب الجلاله تتدخل في الموضوع، هذا الشيء راه زاد عن حده، والسلطه كتطاهدني باش نحط الاستقاله ديالي، ولا بغاوني بهذا الشكل نحط الاستقاله ديالي يقولوها لي مباشره ونحط الاستقاله ديالي. والسلام عليكم ورحمه الله.